عندنا النوم عندنا كل حاجة عندنا الحمد لله والمكوى وكل حاجة يعني المنتج بيطلع كامل من طبعا اي حاجات صناعيه يا فندم ولا بنصبغ اي حاجه ده بيور عندنا ده من شر الاركيت اللي نعمله الابزارات اللي حضرتك شفتها والله المكوه بقى دلوقتي الملح بيجي انت بتنحته احنا بنجيبه من سيو فندم منحوت منحوت في هناك ناس وبتدي ممكن الشكل اللي حضرتك عايزه وهما اللي بينحتوا الاضاءات بقى وكده احنا اللي بنحركها شويه الله ينور عليك الله ينور عليك حبيبي موفق انا عارفه كده تحت الفخار ده يا فندم برضو ملح طول ما الاضاءه شغاله فيه هيبقى فيه هدوء كده اظن ان اعصابك هادي على طول كتراث لينا يعني احنا مش قادرين نقول لحضرتك نقدم لك ايه بس ده تراث وانا بحتفظ انا بحبه جدا ميرسي يا فندم ربنا يخليك يعني لا هي بقى اللي بتختار ايه لك يا استاذ بقى اديني فرصه طيب بس حضرتك